وللحديث أكثر عن أداء الأسواق العالمية ينضم إلينا في الاستوديو رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. بداية، كيف تقيم ردة فعل الأسواق مع كل الأسباب التي ذكرتها في البداية، تحسن معنويات المستثمرين، تخفيف قيود كوفيد في الصين، وكذلك مساعي المركزي الأوروبي للحد من تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو؟ طبعا احنا شهدنا انه هذه عملية رفع القيود بالنسبة للصين تساعد بشكل كبير جدا على استعادة زخم النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولكن ذلك حتى الآن لا يعتبر كافي لأنه يكون عندنا النمو قوي جدا. نحن يعني نمني نفس بأنه يكون في عندنا طلب أفضل، عودة الأفييشن أو قطاع الطيران مرة أخرى دون أي قيود للصين، ومن ثم يعني استعادة سلاسل التوريد كما كانت عليها سابقا قبل الجائحة. أعتقد السياسة الصارمة التي تم فرضها في الصين زيرو كيسز، أنه لا يكون حالات على الإطلاق بالنسبة لكوفيد 19، أثرت بشكل كبير على قطاع على نمو الاقتصاد الصيني. من جهة أخرى، من شق الثاني من السؤال فيما يتعلق بمنطقة اليورو، أعتقد أنه هي بين نارين حاليا، لا تستطيع عملية رفع أسعار الفائدة بشكل كافي، ولكن يرهقها بشكل كبير يعني المستوى الحالي لمستويات التضخم، وكذلك الأمر تكلفة الديون المرتفعة اللي نحن عم نشهدها في منطقة اليورو أو دول متعثرة اقتصاديا داخل منطقة اليورو. إجمالا حتى الآن رفع ب 25 نقطة أساس أعتقد تكون كافية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي أن يستعيد بعض الزخم في الفترة القادمة دون أن يكون هناك حاجة لمزيد من الرفع. وأعتقد اليورو حاليا مستقر نسبيا أمام الدولار الأمريكي بمستويات 1.05، ولا أعتقد أن هناك مزيد من التراجعات أو الانخفاض، حتى وإن كان نبرة الفيدرالي أكثر تشددية ورفعات أسعار الفائدة هي أسرع وأكبر من الفيدرال الأمريكي، لكن شاهدنا أن الدولار الأمريكي تم سعر مسبقا كل الرفعات اللي ممكن أن تحدث من هنا حتى نهاية العام، وأعتقد هذا حقق نوع من الاستقرار للزوج. طيب، الحديث عن تسارع عن التضخم ورفع أسعار الفائدة، الجهود المبذولة بشكل عام لكبح تسارع التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، إلى أي مدى سوف يكون لها تأثير على الركود الاقتصادي؟ يعني هو الركود الاقتصادي أصبح شيء لابد منه، يعني احنا توقعات النمو الاقتصادي اللي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك انكماش ب 1.4% عن في قراءته القادمة، وهذا تأكيد على ما ذكره الفيدرالي الأمريكي أنه سوف يقوم برفع أسعار الفائدة حتى العام القادم، ولكن مع نهاية العام حسب التوقعات لرفع أسعار الفائدة أن يكون هناك توقف عن الرفع وبدء بتثبيت أسعار الفائدة وحتى تقليصها، لأنه يعني هذا إذعان مسبق أنه رح يكون في عندي ركود. نحن عندنا قطاع العمل هو البارقة الأمل الإيجابية الوحيدة في الاقتصاد الأمريكي، لكن إذا نظرنا إلى مستويات التضخم الحالية حول العالم وليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا كانت قراءتها ارتفعت ل 9.1% بالتضخم، وهذا يعتبر الأعلى من عام 1982. كندا كذلك الأمر ارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، كذلك الأمر الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد التضخم لا يمكن كفحته إلا برفع أسعار فائدة في الفترة الحالية، وكان هناك تأخر حقيقة في عملية تشديد ورفع أسعار الفائدة، لذلك الركود هو يعني شر لابد منه مع دخول العام، ولكن سوء الركود واستمراريته أعتقد ستكون محدودة ويمكن تلافيها أو أضرارها السلبية، يعني أضرارها السلبية أو الأثار الجانبية ممكن أن يتم تخفيفها بشكل كبير من الإبقاء على برامج تحفيز نوعية تستهدف قطاعات معينة. رائد، باختصار اليوم المستثمرون يترقبون اجتماع أوبك بلس، ما هي توقعاتك؟ يعني أعتقد أنه النفط يعني رسم خارطة الطريق، مزيد من الارتفاعات موجودة طالما يوجد هناك مشكلة السبلاي وكذلك التوترات الجيوسياسية. استقرار، لا أعتقد أوبك بلس سوف تقدم على أي رفع في الإنتاج دون عن الذي تم ذكره سابقا من قبلها. نعم، إذن رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.